بعد تصريحه الأخير بعزمه إحالة ملفات فساد ثقيلة تخص نافذين في الدولة، عجل رئيس الحكومة هشام المشيشي بإقالته من منصبه كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. عماد بوخريس الرئيس المقال، والذي تم تعيين عماد بالطالب خلفا لها، تعيين وقع عليه الاعتراض بالإجماع. محمد عبو في حكومة الياس فخفاخ عنده عليه ملف فساد وأحاله على القطب القضائي. السيد هذا كذلك يعني هو من المقترحين لوزارة الداخلية في التحوير الوزاري اللي عمله سيل مشيشي، وهو يعني لم يتمكن من أداء اليمين، وكانت علينا عليه تحفظات السيد هذا، يعني بالذات السيد هذا سعيمات بوخريس عنده عليه ملفات فساد أحاله إلى القضاء. تعيين جديد تطغى عليه سمات الفساد والمحاباة، فبالطالب من الدائرة القريبة لرئيس الحكومة. بوخريس متمسك بعدم إحالة الملفات التي لديه لبالطالب دون ضمانة، والرئيس سعيد رفض أداءه اليمين الدستوري. هناك رغبة من الحكومة في السيطرة على ملفات الفساد، من يمسك بهذه الملفات بإمكانه أن يسيطر على لوبيات المال واللوبيات السياسية في آن. تلك الملفات المخزنة في ذلك الأرشيف، ذلك الذي أخفاه شوق طبيب طيلة 5 سنوات، وذلك الذي أراد عماد بوخريس أن يقوم بإعادة دراسته وإعادة إحالة بعض الملفات، ذلك الأرشيف الخطير للتجاوزات والفساد المستشري منذ أكثر من 10 سنوات، الآن الحكومة تريد أن تضع يدها عليه. إقالة غير قانونية وغير دستورية، هكذا يؤكد المختصون، إذ يحق للرئيس المقال بوخريس الطعن فيها والاعتراض حولها بحكم قانون الهيئات المكرس لاستقلاليتها. مخالفة القانون كذلك تتمثل في النشر بالرائد الرسمي، فنشر قرار التسمية يحمل رقم 411 وقرار العزل يحمل 412، وهما يدل على أن هناك فوضى وهناك تسرع. وفي ظل التجاذب السياسي الخطير بين الرئاسات الثلاث، سارع المجلس الأعلى للقضاء بقرار إبعاد كل القضاة العدليين عن أي مهام بالدوائر الرئاسية الثلاث، إجراء لم يشمل القضاء المالي والإداري، ما يفتح باب جدال آخر. كشف الصراع حول رئاسة هيئة مكافحة الفساد حجم الفساد وثقله، والنية المشتركة في عدم مكافحته، ما يعني استحالة الإصلاح الشامل في تونس حتى اللحظة الراهنة. اليوم نسرين السويد، تونس.